أحباب محبينا. التطوع وتطوير المهارات، كثير منا لا يعلم فوائد وأهمية العمل التطوعي، فأغلب الأشخاص يشوفون أنه عمل بدون مقابل مادي لمساعدة أشخاص آخرين، ولكن في ناس يدرون عن الفوائد الكامنة والذهبية اللي لا تقدر بمال من وراء العمل التطوعي. التطوع يزيد قدرتك على حل المشاكل. العمل التطوعي وسيلة رائعة لتطوير مهارات الفرد العقلية، بحيث تساهم في تنمية قدرتك على حل المشكلات ومواجهة التحديات الصعبة. التطوع يكسبك مهارات جديدة. العمل في المجال التطوعي يكسب الفرد العديد من المهارات الجيدة، مثل تنظيم الوقت، التواصل الاجتماعي، وتحديد الأهداف. التطوع يضيف لسيرتك الذاتية. ما حد فينا يعرف الجدوى الحقيقية وراء العمل في المجال التطوعي سوى الشركات الكبرى والبنوك، عشان كذا يعد إضافة جيدة للسيرة الذاتية الخاصة بك، لأنها تعطي انطباع جيد في أول مقابلة وظيفية لك وتخليك أكثر حظ من غيرك. التطوع يمنحك صداقات مختلفة. يتيح لك العمل التطوعي فرصة تعرف على ناس أكثر يتفاوتون في الثقافة والشخصية لاكتساب المهارات والخبرات. التطوع يحملك مسؤولية. عندما نستثمر عقولنا وقلوبنا في تنمية وبناء المجتمع، يساعدنا ذلك على التدرب على تحمل المسؤولية. وقطف قد دنا الثمر.